نعم يا جماعة، أهلا وسهلا فيكم في موسكو، في أحد أهم الشوارع الموجودة في موسكو اللي ممكن تقصدروا فيها، اللي هو أرباتسكايا. أرباتسكايا وهذا الشارع اللي فيه الفن والثقافة والأدب والعلوم والتاريخ كله، رسامين بتلاقوا فيه، هون بيت بوشكين. بوشكين هو أحد أهم الشعراء اللي وجدوا في الاتحاد السوفيتي السابق أو بروسيا، وبوشكين يعني من الشعراء المشهورين في روسيا. هذا هو التمثال تبعه مع مرته. حكينا موسيقى في كل مكان، راح تلاقوا اشياء تسموها سوفينيرز تقدر تشتروها. طبعا شوي غالي هذا المكان لانه بيعتبروه يعني من اهم الاماكن. البيوت اللي هون غلاء فاحش، يعني يمكن ثاني اغلى شارع في كل موسكو وفي كل يمكن الاتحاد السوفيتي السابق، لانه يعني بيعتبروه مكان هادي ونايس انك تعيش فيه. زي ما انتم شايفين الناس ساكنه فوق. طبعا في مطاعم كتير هون، اجين معظمها غالي، بس تقصدروا في هذا المكان اشي رائع. حورجيكم برضو بعض الفيديوهات لهذا المكان، خليكم معنا. الاصبع كريشنا جميلة جدا.
it in the crossfire.